فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بلادنا، سائل من خارج هذه البلاد، يقول: في بلادنا يمنع القانون من زواج البنت وهي أقل من 18 عاما. يقول: بعض الناس يلجأ إلى بعض المحامين لكي يقوم بعمل شهادة ميلاد للبنت بأنها قد أكملت ذاك السن، فما التوجيه في هذا؟ والله ظروفهم ما ندري عنها، لهم يعني يسألون علماءهم اللي عندهم، أنا ما نتدخل في أمور ليست عندنا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.